الحملة التي أقرتها المديرية العامة لحماية المدينة عبر كامل التراب الوطني لا سيما اليوم بولاية خانشلة، ونحن في هذا المسجد ابن باديس لأجل غرس ثقافة المزايا ثقافة السلام لدى أكبر شريحة من المجتمع الجزائري، وإيمانا منا أن كامل الشرائح المجتمع موجودة في المساجد أردنا أن نغرس هذه ثقافة الوقاية. الوعي الذي ينبغي أن يتحلى به الجميع، وخاصة أن الأمة مقبلة على شهر الصيف أين ربما يأوي الكثير من أبنائنا إلى البحار وإلى شواطئ البحار وإلى البرك وبعض الأماكن التي لعلها تحدق بجملة المخاطر بهم.